حبيت اختبر سلطان واحنا طالعين من الميه، وقلت له لو بتحبني بجد نط في البحر، ورغم ان ديت اكتر حاجه هو بيخاف منها. لو ده هيثبت لك اني ياه ده ذهب صحيح. انا ما بعرفش اعوم المسلطن السباح. خدت سلطان النهارده وطلعنا على البحر علشان نكمل معاه محاولات انه يحب الميه وما عادش يخاف منها. الهي يا رب ربنا يكرمك، ده كده حلاوه قوي، نخلع بقى. ولكن الاول كان لازم اغذيه علشان البحر بيجوع، علشان كده رحت جبت له شويه الخيار دولت، وما فيش مانع لو جبنا لنفسنا حاجه تغذينا احنا كمان يعني. اكيد يعني مش هفتكر سلطان وانسى نفسي، لازم نتغذى عشان البحر بيجوع يا اولاد. يلا بينا. والمعلم كان قاعد بياكل الخياره بتاعته وهو بيحضر نفسه انه ينزل الميه، ولكن كان في بعض الاشخاص كده منمرين على الخياره اللي في ايده. بس انا كنت صاحي لهم وفايق لهم كويس جدا، وكنت مركز معاهم لحد ما سلطان يخلص الخياره بتاعته. والمره دي بقى هناخده البحر في البوكس بتاعه، علشان لما شلته على كتفي المره اللي فاتت ما كانش مريح، والصراحه كده يعني هو علم على الهدوم بتاعتي. المسلطن السباح. السباح اللي هروح دلوقتي يصدم كل اللي قاعدين على الشط وهيقعدهم كلهم على الرمله بره علشان يتفرجوا عليه وهو بيعلمهم اصول العوم على حقكم. يلا بينا. وصلنا البحر بالظبط على الساعه 6 وربع المغرب، وشكل المايه كان زي ما انت شايف كده، وتقريبا كده ما كانش حد عارف يخش جوه ابدا علشان الموج عالي، وكمان الارضيه مش مستويه والرمله بتنزل من تحت منك. علشان كده صدقني وزي ما قلت لك قبل كده ان ما ينفعش تنزل بحر جمصه بالذات لما يكون معاك لايف جاكيت او اي وسيله امان، وخصوصا بقى لو نازل ومعاك سلطان، لان اساسا لما هننزل دلوقتي هتلاقيه عمال يحط ايده على عينه واحنا جوه في المايه، وما اعرفش هو كان زهقان من حياته ولا ايه، بس انا كنت عايز اطلع. هنا بقى كان بدأ يحط ايده على عيني وكان مستغرب اللي حواليه، وانا كمان كنت مستغرب البحر اللي مش مفهوم له حاجه دوت، لا حته في عاليه وحته في واطيه، والصراحه الموضوع كان صعب. وبحمد ربنا اني صممت انزل باللايف جاكيت، علشان حرفيا لو كنت نزلت انا وسلطان بدون اللايف جاكيت دوت انا ما كنتش عرفت اطلع ولا انا ولا هو، او يمكن هو بيعرف يعوم كان هيطلع بقى وانا اللي كنت هتكل على الله. والبحر بقى المره دي كان متغير قوي عن ما نزلت اول مره انا وسلطان، واللي كانت الساعه 5 الصبح. دلوقتي بقى احنا الساعه 6 المغرب، وقلنا ممكن يكون الجو نفس الجو بتاع الصبح، ولكن طلع مختلف تماما. علشان كده حتى سلطان ما كانش مأمن للميه خالص، وكان عايز يطلع باي طريقه، وبهدلني خلي بالك واحنا جوه في المايه، وكل ده ما كانش باين في التصوير دلوقتي، وهتشوف اثره على وشه وعلى رقبته لما هنطلع. يعني مش هتنزل؟ مش هعمل فيه ابن ليه؟ انت بوظت وشي خالص، كل شويه احنا في المايه عمال يحط ايده على عيني، عمال يا ابني انا مش شايف، عمري ما رحت فين، طب مش شايف، ممكن في حركه من ديت وفين اللي انا مسافر ضال، يعني ارجع ازاي بقى. واول ما طلعنا على الشط بتاع التفاح الملون دوت كان شايف ان سلطان عمل مجهود في الميه، علشان كده قعد يعزم عليه ويقول له خد انت هفتان، خد انت عملت مجهود. بس سلطان كان طالع خلقه ضيق من الميه ومش طايق حد يكلمه. ورحت جبت له التنس شيكو ده علشان يقعد ياكل على البحر كده ويهدئ اعصابه، ولكن تقريبا كده انه ما كانش طايقنا انا كمان، وما كانش عايز ياكل من ايدي. ولحد ما فك شويه بقى ومزاجه بدا يتعدل، فكان قاعد كده بيستلقط اي حد معدي بيبيع اي حاجه، كان بياخد منه زي قطوه بسيطه كده، يعني اي حاجه بترضيه وخلاص. وفضلنا قاعدين نلعب ونهزر مع الناس اللي معديين، ونحاول نهون عليهم شويه تعب الشغل بتاعهم، ربنا يعينهم يا رب. ولحد ما جالنا الشاب العسل ده، والراجل ده ما كانش يعرفني، ولكن قبل ما يجي لي جالي ناس تانيين كانوا عارفيننا، وتصورنا مع بعض وتصورنا مع سلطان، وقالوا لي ان احنا قابلنا هنا شاب محترم صوته حلو في القران، وعايزينك بس تصوره مقطع صغير وتنزله معاك في الفيديو علشان صوته يوصل للناس. فتعالوا لما نسمع صوته مع بعض كده في الجو الجميل دوت، وشكل البحر من وراه كده حاجه في منتهى الجمال. ولو عندك اي نصيحه ليه او اي حاجه عايز تقولها له ممكن تكتبها له في الكومنتات، علشان هو هيشوف الكومنتات ومنتظر نزول الفيديو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدع ربه إني يخاف أن يبدل دينكم أو أن يصير في الأرض الفساد. وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله
وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إن الله وملائكته يصلون على النبي تسليما.